والآن نستمع إلى قصيدة الأخ فرج محمود، فليتفضل. السلام عليكم. وإن إمامي سيد الرسل أحمد رضيناه متبوعا وربي ينظر، ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج، له لمعات لا يليها تصور. أباد نبي الله شيء يروقني، أباد رسول الله وجه منور. عليك سلام الله يا مرجع الورى لكل ظلام، نور وجهك نير. مدحت إمام الأنبياء وإنه لا أرفع من مدحي وأعلى وأكبر. دعوا كل فخر للنبي محمد أمام جلالة شأنه الشمس أحقر. ووالله إني قد تبعت محمدا، ووالله إني قد تبعت محمدا وفي كل آن من سناه أنور. وفوضني ربي إلى روض فيضه، وإني به أجني الجنى وأنظر. ورثت علوم المصطفى فأخذتها، وكيف أرد عطاء ربي وأفجر. وهل جائز سب المؤيد بعدما أتت آية المولى وظهر المضمر؟ وعلمني ربي علوم كتابه، وأعطيت مما كان يخفى ويستر. وآخر دعوانا أن الحمد للذي
هدانا مناهج دين حزب طهروا، وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله أحسن الجزاء. هذه القصيدة لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية في مدح سيده وسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.